في زمن قديم جدا كان في ملك عظيم اسمه ذو القرنين. الملك ده كان صالح وموحد بالله، بينصر المظلومين ويعاقب الظالمين. وفي الوقت ده كان في قبيلتين يقال انهم من سلالة يافس بن نوح، اتشهروا بالظلم والوحشية والفساد اللي كانوا بيعملوه في الارض، والقبيلتين دول هم يأجوج ومأجوج. وفي يوم من الايام استنجدت احد القبائل للملك ذو القرنين بسبب وحشية وبطش يأجوج ومأجوج، ولان ذو القرنين كان ملك حكيم امر ببناء سد بيحبسهم فيه ويحمي البشرية كلها من ظلمهم، والسد ده هيفضل سجن ليهم ولحد اخر الزمان، وخروجهم منه هو علامة من علامات يوم القيامة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والفولو وسبسكرايب لو انت على اليوتيوب. اهلا بيكم في رحلة جديدة من رحلات الرحالة، والنهاردة هنكلمكم عن قوم يأجوج ومأجوج. في الاول قبل ما نحكي القصة، في ناس كتير بتسأل نفسها، يا ترى هو فين سد يأجوج ومأجوج؟ ويا ترى هو شكله ايه اصلا؟ ويا ترى في حد قدر فعلا يوصل له ويشوف شكل السد ده ولا لا؟ تعالوا نرجع مع بعض لحد العصور العباسية ونشوف مع بعض رحلة سلام الترجمان اللي قدر يوصل للسد فعلا وحقق قصته كلام عجيب خالص. لما نرجع لأيام الخلافة العباسية كان في قصة غريبة جدا وثقوها علماء العرب، وأشهرهم الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. القصة بتقول إن الخليفة العباسي الواثق بالله شاف في منامه حلم غريب جدا، وهو إن سد يأجوج ومأجوج اتفتح وطلعوا منه القوم وبدأوا ينشروا في البلاد الخراب ويقتلوا في الناس. فانفزع الواثق بالله وبدأ يفكر في الحلم اللي شافه ده، وكان مليان قلق وتوتر، وقرر ان هو يبعت بعثة عشان يكتشف مكان السد ده ويتأكد ان يأجوج ومأجوج لسه جوه السد وما قدروش يخرجوا منه. وفعلا امر ان هو يعمل اجتماع على طول، والوزراء بتوعه اقترحوا له ان مفيش حد يصلح للمهمة دي غير سلام الترجمان الملقب بصاحب الثلاثين لسان، وتلقب بالاسم ده عشان هو كان بيتكلم 30 لغة. بلاش تفهموا الاسم غلط يعني، والترجمان كان معروف ان هو رحالة شاطر جدا، عشان كده كان المرشح الاول للخليفة العباسي. وفعلا اتكلف بالمهمة دي هو و60 راجل تاني معاه، ودول طبعا عشان يعونوه في رحلته، وكان معاهم مؤن وطعام يكفوهم لسنة كاملة، والحاجة دي كلها اتجهزت وكانت شايلها حوالي 100 بغل. وفي سنة 846 ميلاديا انطلقت الرحلة دي من مدينة سامراء في العراق، وكان على رأسها الترجمان والستين راجل اللي معاه، ومشيوا في دول كتير جوه قارة اسيا لحد ما وصلوا للملك طرخان، وده كان ملك مدينة الخزر. ولما شافهم رحب بيهم جدا، خصوصا لما عرف ان اللي مكلفهم بالرحلة دي هو الخليفة بنفسه، وزودهم بخمس اشخاص عشان يساعدوهم في رحلتهم ويكونوا دليل ليهم. وبعدها مشوا حوالي 25 يوم لحد ما وصلوا الارض بيوصفها سلام الترجمان بانها الارض السوداء، وكان طالع منها ريحة كريهة جدا، بس كانوا مضطرين ان هم يمشوا في الارض دي لمدة 10 ايام. المصادر بتقول لنا ان هم اضطروا يجيبوا قماشة يملوها خل ويربطوها على وشهم عشان خاطر تقلل الريحة الكريهة دي شوية عنهم، لحد ما وصلوا لمدينة متحطمة ومتكسرة كأن كان في حرب كبيرة كانت موجودة فيها. وبعد اندهاشهم من شكل المدن دي بدأوا يسألوا هي ايه اللي وصلها لكده، وعرفوا ان ده كله كان نتيجة عن اللي عملوه فيها يأجوج ومأجوج، ومن ساعتها ما بقاش حد يقدر يعيش فيها او يقرب ناحيتها، لان المدن دي خطر جدا وممكن يتعرضوا فيها لأي شر. بس هما فضلوا مكملين وماشيين فيها لمدة 20 يوم لحد ما وصلوا المدينة مليانة حصون كتير، وكانت قريبة من الجبل اللي فيه السد. وأهل المدينة دي على حسب كلام سلام الترجمان كانوا مسلمين وعندهم مساجد جوه المدينة، بس الغريب بقى ان هما ما كانوش يعرفوا اي حاجة عن الخليفة العباسي ولا اي حاجة عن مدينة سامراء العراقية. وسألهم الترجمان عن مكان سد يأجوج ومأجوج، وردوا عليه وقالوا له ان احنا نعرفه مكانه وهندلوكم عليه. من بعدها كملوا رحلتهم ومعاهم بعض الرجال من اهل المدينة دي، ولحد ما وصلوا المدينة اسمها إيكا، كانت مليانة زرع وخضرة، ويقال ان المكان ده كان موجود فيه الملك ذو القرنين، وكان ما بينها وما بين السد مسافة 3 ايام كده. وفعلا بعد الثلاث ايام وصلوا لجبل كبير، وفي اخر الجبل كان فيه سد يأجوج ومأجوج اللي بناه الملك ذو القرنين. السد ده بقى كان ضخم جدا ومصنوع من الحديد والنحاس، وكان مبني في وسط الجبلين. الفتحة اللي اتبنى فيها السد ما بين الجبلين قبل بناء السد كانت هي الفتحة اللي بيخرج منها قوم يأجوج ومأجوج وبينشروا الخراب في البلاد. ويقال ان الملك ذو القرنين وهو بيبني السد ده حفر ما بين الجبلين لعمق يصل ل 15 متر، وصب في الحفرة دي الحديد والنحاس السائل عشان يبقى اساس للسد، ومن بعدها بنى سد قوي جدا ارتفاعه وصل
لـ60 متر. السد ده كان معمول من صخور جامدة جدا، وصب ما بين الصخور النحاس والحديد السائلين، وده عشان ما يسيبش أي فراغات ما بينهم، لدرجة إن شكل السد كان كأنه جزء أساسي من الجبل، كأن مفيش حد اتدخل ولا بنى سد فيه، وكل ده طبعا عشان أهل يأجوج ومأجوج ما يقدروش يخرجوا أو يعدوا الجنب التاني خالص، لأنهم لو عدوا هينشروا الشر بتاعهم. انبهر جدا سلام الترجمان أول ما شاف شكل السد، وقرر يقرب منه أكتر عشان يقدر يشوف التفاصيل ويلمسها بإيده، ولقى باب كبير جدا مصنوع من الحديد الصلب. عرض الباب كان حوالي 22 متر، وطوله كان حوالي 35 متر، وجنب السد ده كان فيه حصون كتير موجودة، وموجود فيهم حوالي 10 فوارس، كل فارس فيهم معاه مطرقة حديد كبيرة، وبيتقال إن كل يوم اثنين وخميس بيروح واحد من الفوارس دول اللي معاه المطرقة الكبيرة وبيروح يخبط على الباب، عشان لو في أي حد من القوم دول موجود ورا السد يعرف إن في ورا السد فرسان جامدين بيحرسوه، ومع كل خبطة مطرقة على الباب في أصوات غريبة وعالية بتحصل، والغريبة إن الفرسان اللي بيحرسوا السد دول وظيفتهم بتتورث لأولادهم، زي كده ما بتتورث الخلافة بالظبط. الترجمان بقى لقى في الجزء اليمين من باب السد مكتوب: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ودي الآية اللي ذكرها ربنا في القرآن الكريم، ولما تسأل الناس المرافقين لهم في الرحلة دي عن شكل سكان يأجوج ومأجوج ردوا عليهم وقالوا احنا فعلا شفنا منهم، كانوا بيظهروا ساعات من الشرف او الشبابيك اللي موجودة فوق السد، وكانت بتيجي ريح قوية جدا وبتخفيهم. ومش بس كده، ده كمان الترجمان والرجال اللي كانوا معاه قدروا يشوفوا الآلة الكبيرة اللي بنى بيها الملك ذو القرنين السد. الآلة دي كان فيها حديد كتير من اللي تم استخدامه في بناء السد، وكان باين عليه علامات الصدق. وبعد ما الترجمان والرجال اللي معاه اتأكدوا من مكان سد يأجوج ومأجوج، يقال إن سلام الترجمان بعد ما شاف السد قدر ياخد منه قطعة صغيرة في حجم العملة المعدنية من الباب الحديد عشان يوريها للخليفة العباسي الواثق بالله، ومن بعدها بدأت رحلة رجوعهم للبلاد سامراء. ورحلة الترجمان دي كانت مدتها 28 شهر، 16 شهر في الذهاب و12 شهر في العودة للبلاد. وللأسف مات من الرجالة اللي كانوا مع سلام الترجمان في رحلة الذهاب 22 شخص، وفي رحلة العودة ماتوا 24 شخص، واللي اتبقوا من عدد أفراد الرحلة وهم راجعين 14 شخص بس و22 بخل. بس في ناس كتير جدا بتشكك في صحة الرحلة دي، وبتقول ان هي تأليف او نوع من الادب الروائي، بس مصادرنا بتقول لنا ان القصة دي حصلت فعلا، ورواها معظم الجغرافيين المسلمين اللي كانوا معاصرين للعصور الوسطى، وده لانها تعتبر من اهم الرحلات في التاريخ الاسلامي اللي قام بها الرحالة العباسي سلام الترجمان. ومن اهم العلماء اللي ذكروا القصة دي في الكتب بتاعتهم الادريسي وابن كثير وابن خلدون والحموي وغيرهم كتير جدا من العلماء العرب، وفي كتير جدا من علماء الغرب صدقوا على صحة القصة دي وكانوا بياخدوها كمرجع ليهم. الغريب بقى في القصة دي واللي هيخلينا نفكر كتير ان سلام الترجمان لما قابل الناس اللي كانوا عايشين في المدينة المحصنة اللي قبل الجبل ما كانوش يعرفوا اي حاجة عن دولة العراق او الخلافة العباسية اللي كانت اشهر نظام حاكم في الوقت ده، وده اللي بيخلي الناس اللي شاكين في ان قوم يأجوج ومأجوج عايشين في ارض غير الارض والعالم بتاعنا، وان الملك ذو القرنين قفل بالسد ده الممر الوحيد اللي كان بيخليهم يعدوا لينا. ويقال ان بعد 350 سنة من رحلة الترجمان ان العالم الادريسي رسم خريطة للعالم، مش مصدقين ان هو في الوقت ده قدر يرسم خريطة بالدقة دي من غير اي امكانيات، والخريطة اللي كان رسمها الادريسي كان فيها تطابق واماكن لخط سير سلام الترجمان، يعني الراجل ده ما كانش بيألف من خياله، لا الكلام اللي قاله ده كله كان موجود فعلا. والمدينة او القرية اللي اتذكر ان اهل يأجوج ومأجوج خربوها كانت موجودة فعلا، وده يأكد لنا ان رحلة سلام الترجمان ما كانتش قصة متألفة. النقطة بقى المهمة اللي عايزين نفهموها دلوقتي، خريطة الادريسي رسمت المكان او المنطقة اللي بيعيشوا فيها سكان يأجوج ومأجوج، ووضحت كمان الجبال اللي بتفصل بينهم، وكمان الفتحة الصغيرة اللي كانت موجودة بين الجبلين ويقال ان هي دلوقتي مكان السد. الكلام ده بقى في ناس كتير شايفاه غير منطقي خالص، عشان دي لو فعلا المنطقة اللي اتبنى فيها السد ممكن سكان يأجوج ومأجوج يمشوا من جوه البحر ويلف ويوصلوا للبلاد عادي، وان حاجة زي كده عمرها ما هتمنعهم. ثانيا بقى وده الاهم، ان اعداد قوم يأجوج ومأجوج اكتر من اعداد سكان الارض بملايين الملايين، وده على حسب الاحاديث النبوية وروايات المسلمين، واكيد العدد ده كله مش هيعيش في الحتة دي بس، وعشان كده في نظرية تانية غير دي ممكن تكون اقرب للمنطق. في خريطة الادريسي في حواليها جبال كتير، والبعض بيسمي الجبال دي انها جبال قاف او جدار
أنتاركتيكا. وهنا بقى نسأل السؤال المهم، هي الجبال ديت هي جبال أنتاركتيكا اللي بتفصل عننا قوم يأجوج ومأجوج فعلا؟ وإن العالم التاني اللي مختفي عننا ده ومحدش يعرف عنه حاجة هو العالم اللي موجود ورا الجدار ده؟ وبالمناسبة احنا هنعمل لكم حلقة مخصوص عن القارة القطبية دي والأسرار الكتير اللي خفيها وراها، وعايزين نعرف بقى انتوا ايه رأيكم في كل اللي احنا حكيناه ده؟ هو ممكن يكون ده مكانهم فعلا ولا في حاجات كتير مخفية احنا مش عارفينها؟ هنسيب لكم بقى انتوا الرد في الكومنتات. وبكده نكون خلصنا رحلتنا النهارده. لو عجبكم الفيديو يا ريت توصلوه لاكتر عدد من الناس. وبس كده، دي كانت رحلتنا النهارده. يا رب نكون قدرنا نفيدكم باي معلومه حتى لو كانت بسيطه. استنونا في رحله جديده من الرحاله.